الرئاسية برئاسة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وبحضور 70 من أحبار الكنيسة الأجلاء اجتمع صباح اليوم الاثنين بالمقر البابوي، وقد راعه وهابه ما حدث بالأمس أمام مسبيرو من استشهاد أكثر من 24 من أبنائنا الأحباء. وقد وصل اليوم للكاتدرائية فقط 4، لأن باقي الشهداء ذهبت جثامينهم إلى المشرحة لكي يتم تشريحهم وإثبات ما حدث بالأمس. وكذلك حوالي 200 من الجرحى في مسيرتهم السلمية بالأمس. وإذ نؤكد إيماننا المسيحي بعدم استخدام العنف بكل صوره، كما لا ننسى أن بعض الغرباء قد يندسون وسط أبنائنا ويرتكبون أخطاء تنسب إليهم، إلا أن الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر كما هي باستمرار دون محاسبة للمعتدين. ودون إعمال القانون عليهم أو وضع حلول جذرية لهذه المشاكل، ولذلك قرر المجمع المقدس دعوة الشعب القبطي في العالم كله للصلاة والصوم 3 أيام، ولذلك قرر المجمع المقدس أن يدعو الشعب القبطي في العالم كله للصلاة والصوم 3 أيام ابتداء من غد الثلاثاء لكي يحل الرب بسلامه في بلادنا الحبيبة مصر. فقد وضع الأمر أمام الله والله سيتدخل. أما كلمة التعزية فلنيافة الحبر الجليل الأنبا موسى.